أن اعتلى الأخضر السعودي منصة العرب عام 1998، عاد المنتخب السعودي لخوض تحدي جديد يتمثل ببطولة إقليمية مختلفة على مستوى الإثارة والندية، خليج 14 في دولة البحرين الشقيقة يجمع الخليجيين. في يوم الجمعة 30 من أكتوبر لعام 98 بدأ الأخضر أول مواجهاته أمام الكويت في مواجهة درب الخليج. حينها استطاع الصقور أن يخطفوا نقاط الفوز بهدفين مقابل هدف. بعدها وصل المنتخب السعودي حصده للنقاط بتعادل مع البلد المستضيف البحرين بهدف لمثله، فوز على عمان بهدف وحيد وتغلب على الإمارات بهدف دون رد، واختتم الأخضر منافساته بتعادل دون أهداف أمام قطر. الأخضر أنهى مشواره في البطولة حاصدا 11 نقطة دون أي خسارة، إلا أن الكويت استطاعت أن تتوج بالبطولة بفارق نقطة وحيدة بعد أن كان نظام النقاط هو الفيصل في النسخة 14 من البطولة الخليجية الكبرى. في منتصف عام 1999 خاض المنتخب السعودي بطولة كأس القارات التي استضافتها المكسيك، كونه البطل المتوج بكأس الأمم الآسيوية عام 96. الأخضر حل في المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك وبوليفيا ومصر، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ونيوزيلندا. المنتخب السعودي أمام صاحب الأرض في 25 يوليو لعام 99، ونتيجة ثقيلة خسر بها المنتخب السعودي في بداية مشواره خماسية مكسيكية مقابل هدف أخضر وحيد، نتيجة لم تثني المنتخب السعودي لمواصلة ما تبقى من أمال للتأهل عن المجموعة للدور نصف النهائي، ليتمكن أبناء الأخضر من خطف نقطة التعادل السلبي أمام بوليفيا، ثم الفوز بنتيجة كبيرة على المنتخب المصري الشقيق بخمسة أهداف خضراء مقابل هدف. أهداف حلوة في مباراة اليوم، وبيسجل الهدف الخامس في مرمى المنتخب المصري. المنتخب السعودي استطاع أن يتأهل للدور التالي ثاني المجموعة بأربع نقاط خلف المكسيك التي جمعت 7 نقاط في الصدارة، بينما تأهلت البرازيل وأمريكا عن المجموعة الثانية إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات. في الأول من أغسطس كان المنتخب السعودي على موعد مع راقصي السامبا في مباراة نصف النهائي. المنتخب السعودي استطاع أن يعادل البرازيل بهدفين لمثلهما في أول نصف ساعة من اللقاء، إلا أن البرازيل أمطرت شباك الأخضر بستة أهداف أخرى وأقصته من مواجهة الختام. المنتخب السعودي حل رابعا في الترتيب النهائي للبطولة بعد أن خسر مواجهة تحديد المركز الثالث أمام أمريكا بهدفين دون رد.
في ذات عام 1999، اليوم 18 من سبتمبر، حل المنتخب السعودي في جوهانسبورغ لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الكأس الإفرواسيوية التي كان من المقرر إقامتها عام 97، لكنها أجلت بسبب اعتماد الفيفا لكأس القارة رسميا. مواجهة بطلي آسيا وإفريقيا انتهت ذهابا لمصلحة المستضيف بهدف وحيد، والتعادل بدون أهداف حضر في الرياض إيابا ليتوج منتخب جنوب إفريقيا بالكأس الإفرواسيوية. بطل آسيا لعام 1996 يقف أمام تحد جديد، مهمة الحفاظ على اللقب. لبنان تستضيف آسيا في البطولة القارية الكبرى لعام 2000. المنتخبات الآسيوية تقسم على ثلاث مجموعات، الأخضر يحل في المجموعة الثالثة إلى جانب اليابان وقطر وأوزبكستان. 14 من أكتوبر لعام 2000، السعودية على ملعب صيد الدولي لمجابهة اليابان في أول المواجهات. لقاء الخطوة الأولى كانت نتيجته محبطة على مستوى الآمال ويهدد المحافظة على اللقب. 4 أهداف يابانية مقابل هدف تركت علامات الاستفهام تحوم حول إمكانية مواصلة الأخضر لما يصبو إليه. جرس عالي يقرع في كل أنحاء المملكة. هزيمة قاسية أسقطت تشيلي ميلان ماتشالا من على رأس الجهاز الفني والبديل مساعده الوطني ناصر الجوهر. في الجولة الثانية حصد المنتخب السعودي نقطة وحيدة أمام قطر وأبقى على أماله في التأهل للدور القادم. السعودية 2-1 المباراة الأولى و3-0 في المباراة الثانية، والتمياط يقود هجوم للمنتخب السعودي. سامي الجابر هل يسجل بدلا يصنع ويصدها عامر الكعبي. السعوديون يترقبون ثالث الجولات والتي ستحسم مصير الأخضر في تعديل مساره. حينها كان الصقور في الموعد أمام منتخب أوزبكستان، واستطاعوا الفوز 5 أهداف دون رد، تعاقب على إحرازها مرزوق العتيبي وهاتريك باسم النجم محمد الشلهوب، ونواف التمياط ينهي مهرجان الأهداف في الشباك الأوزبكية. كرة لمحمد نور، أكثر طبعاً 3 أهداف تعود للمنتخب السعودي. نواف التمياط يسجل 5 للسعودية، ونواف يتوج مجهوده بهدف 5. المنتخب السعودي أعلن تأهله لدور 8 في المركز الثاني من مجموعته بعد أن جمع 4 نقاط كفلت مواصلته لتحقيق غاياته. الرابع 24 من أكتوبر لعام 2000، ملعب المدينة الرياضية ببيروت مسرحا لمواجهة آسيوية بنكهة خليجية. السعودية والكويت وجها لوجه في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الآسيوية. مواجهة قوية استمرت سجالا حتى الرمق الأخير. الصقر نواف التمياط يفتتح الأهداف أواخر الشوط الأول. الكويتيون أحرزوا 2 متتاليين مطلع شوط المباراة الثاني، وطلال المشعل يعادل الكفتين بهدف أحرزه في 72. الوقت الأصلي ينتهي والأوقات الإضافية هي الفيصل، وهنا يحضر الأنيق نواف التمياط ويطلق قذيفة الانتصار في 9:50
هدف ذهبي حجز مقعدا سعوديا أخضرا في نصف نهائي البطولة القارية. برافو برافو برافو، وعاد السكان السعودية. برافو يا سميات، برافو والله، ما في أفضل لاعب غيرك. السادس والعشرون من أكتوبر لعام 2000، السعودية أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة القارية. المنتخبان يسعيان لتتويج مستوياتهما بالوصول للنهائي الكبير، وكلاهما مرشح ليكون طرفا في الختام. بدأ اللقاء والشوط الأول ينتهي سجالا دون أن يتمكن أحد من هز شباك الآخر. في الشوط الثاني بدأ الأخضر مصرا على أن يكون الحلم حقيقة. في الدقيقة 76 طلال المشعل كان في الموعد ليضع أول الأهداف للصقور الخضر. أربع دقائق انتظرها النجم السعودي طلال المشعل ليضع لدغته الثانية في الشباك الكورية قبل 10 دقائق من الختام. السعودية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلى نهائي كأس آسيا ذهبية. المنتخب الكوري يحاول العودة فيما تبقى من دقائق، لكنه لم يتمكن سوى من إضافة هدف وحيد في الدقيقة الأخيرة ليعلن الأخضر السعودي نفسه طرفا في نهائي كأس الأمم الآسيوية لعام 2000. التاسع والعشرون من أكتوبر، مواجهة ختام كأس الأمم الآسيوية، السعودية واليابان وجها لوجه في المواجهة الكبرى. الأخضر يرغب في رد دينه من الياباني في افتتاح البطولة، والياباني يريد تأكيد سطوته وقوته في القارة الصفراء. بدأ اللقاء الكبير والمنتخب السعودي هو الأخضر. الدقيقة 8 تشهد ضربة جزاء للمنتخب السعودي. الجميع يترقب هز شباك المنتخب الياباني. حمزة إدريس يتقدم لتضيع الأمال والكرة تتجه خارجا. المباراة لا تزال في بدايتها وكل الأمال قائمة في كلا الجانبين. نصف ساعة تمر ليتمكن المنتخب الياباني من إحراز أول الأهداف عن طريق هدافه موتشيزوكي. يسجل اللاعب الياباني رقم 8 شيودي للمنتخب. المواجهة لم تنتهي بعد، محاولات خضراء سعودية للعودة لأجواء اللقاء، وشوط ثان لا يأتي بجديد على مستوى النتيجة لتعلن صافرة الحكم كأس آسيا يابانيا بهدف الشوط الأول. ورغم الخسارة المرة التي تعرض لها المنتخب السعودي في مواجهة الختام، إلا أنه كسب وجوها استطاعت أن تصنع للكرة السعودية مكانا ومكانة، وتحول هذا الانكسار إلى نقطة انطلاق نحو الانتصار، وترفع راية الأخضر في المحافل القارية والعالمية.